عندنا آمال كبيرة إن الحوار الشامل، الحوار اليمني الشامل، سيأتي بنتائج باهرة للشعب اليمني مستقبلا إن شاء الله، والكل يعمل من أجل هذه الأهداف النبيلة. والشعب اليمني لا يستطيع العيش بدون وحدته إطلاقا، الوحدة هي مقياس هذا الشعب. نأمل أن تكون الخطة القادمة ناجحة مثل ما صارت في الفصل الأول، لأننا طلعنا بمخرجات رائعة ومخرجات تخدم الوطن وتخدم الشعب اليمني. أشعر بارتياح حقيقة على المستوى الشخصي، وأشعر أن الارتياح يعني سائد في معظم الفرق، ورغم التجاذبات والخاصة في مسألة إعداد التقارير، وهذا أمر طبيعي جدا، لكن ما سيقدم للجلسة العامة من التقارير وسيسمح الرأي العام كاملة هي تقارير حقيقة مبشرة بالخير. الحوار الوطني كان هو المخرج الوحيد لليمن من الحرب الأهلية، وكان تقييمي للمرحلة الأولى كان جدا رائع. إن شاء الله في المستقبل نأمل الأفضل. أتمنى أن نستكمل ما بدأنا من آمال، تحقيق آمال ما تطلعات الشعب. مستقبل الحوار من وجهة نظري هو أمل منشود لكل الجماهير اليمنية في كل مكان، في شمال اليمن وجنوبها وشرقها وغربها. وإذا لم نتمثل الحكمة اليمانية التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في اليمنيين، فإننا سنكون قد خسرنا يعني أنفسنا وحق وطننا وشعبنا. إنما ما تزال الآمال معقودة ومعلقة على أن يخرج المؤتمر يعني مؤتمر الحوار بنتائج طيبة، والمستقبل في نظري أنا ما يزال مملوء بالتفاؤل أكثر من عملية التشاؤم.